هلأ جميلة عم يقول إنه ما تمشوا للزلمة، نحن لازم نحل الموضوع اليوم. خلينا نتمشوا وقتها نطلع بالتلفزيون وساعتها بيجي المدير ليهنينا. بس قبل أي شيء نحن لازم نخلص من عزيزة فوراً. فيكو مانك عم تشوفها؟ ما عم تحل عنا لتحطنا بالمدرسة. فيكو بدنا شخص يوصلنا على الباب ويتركنا ويروح. لا تاتلي هم، أنا بحل القصة. هاتي رح رجع على مكانه. هي لا بدل رح أسفر، خدا من وشي، حطيتوا كل الأكل قدامي، ليش هيك؟ ما بعرف شو عم تعملوا. يلا يا أولاد بسرعة اقعدوا، يلا افطروا، هلا بنتأخر على المدرسة. انتوا تعبانين شي؟ فيهم ما يروحوا اليوم على المدرسة؟ يعني شكلهم مناح بس بالأخير انت أدرى. نحنا مالنا مرضانين لهالدرجة، برأيي خلينا نروح، لأن إذا غبنا أكتر رح نتراجع بدروسنا، لازم ما نغيب. يا عمري أنتوا هلأ بس فكروا بدراستكم، لأنه ما في شيء أهم من مستقبلكم. ليش عم تبكي؟ لا ما عم ببكي، تحسست شوي ونزلوا دموعي. يا أولاد كنت بدي أسأل كم سؤال بخصوا هديك القصة القديمة. المستودع يلي خبرتونا عنه دورنا فيه وما لقينا حدا، بتعرفوا مكان تاني شي؟ أخي جميل وصلنا على المدرسة اليوم لكان، ونحن مندلت على مكانه، شو رأيك؟ أي يا ريت، هيك أحسن، يعني ما منركب الباص ونحن بهذا الوضع. أي صح، فخامة إنه نروح على المدرسة بسيارة الشرطة، شو راح توصلنا؟ أوف لا يا أولاد، بركي جميل عنده شغل. لا لسه معي شوية وقت لموعد دوريتي، وهيك راح نحل القصة. يلا خلونا نمشي، إذا خلصتوا أكل وبالسيارة بسألكم عن بقية المواضيع. يلا 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 لشوف. موفقين، مع السلامة. إن شاء الله دائما. مع السلامة. شو صار حبيبتي؟ الأولاد راحوا على المدرسة، يعني ما في داعي للبكي. شوف الجميل قديش صاير إنسان منيح وعم يساعدنا. هيك لك شفتي؟ ما حق عزيزة، ليش عم تبكي؟ شو عم بصير؟ لا لا بعدي مالي قدران اشي بريحته بعدي عني. عم تشي صحلب وشة؟ ما بصير تعملي هيك، انتبهي. خلاص شبك يا خلاص حاج بقى، ما تعمى تجعني، لا تتناقروا. شبه اللحمة النية يعني، شبه فهمني. بكفي خلص بكفي. لا حبيبتي ليكي، رح تاكلي هالبيضة المطبوخة ماشي؟ الأكل الحيواني ما بيتاكل بدون طبخ، تمام؟ وانتبهي كمان ما بصير تعطي مرة حامل لحم ني مشان ما تمرض ويمرض الولد. اف ساويه نهنيك بعيد عني، ما قدران اشم ريحته. تمام حبيبتي ماشي. بعدو عم تخبصوا، ما عم بفهم، انا ربيت كل اولاد اخواتي وما سمعت بهذا الشيء. لا تخليني سب عليكي وسب اولاد اختك، مفهوم؟ هذا بيت احمد اللي بقول. ايه صحيح بدي سلم طاقتي. انا اخته فيني استلم عني. وقعي هون لو سمحتي. كيف ما بدك ياني اتدخل؟ هي بتكون مرتي، بتدخل على كيفي. خلصنا بقى. قاعد عم تقول اغذية حيوانية ومدري شو. خلص كلي انتي لحمنية، انا بطعمي ابني على كيفي. ما حدنت يا شو هالظرف؟ كل شي مكتوب بالانجليزي. ورشي اوف شو هاد؟ شو مكتوب؟ شوفوا هي رسالة قبول. قبول لشو؟ يعني رسالة قبول احمد لمنحة اجته من الجامعة، انقبل بالجامعة الأمريكية. يعني قصدك انه طلب اخي احمد انقبل؟ ايه هيك مكتوب هون. انا ما عم صدق انه اخي انقبل، حتى مكتوب التخصص وكل التفاصيل كمان. رحت له كثير حلال عليه. عن جد برافو عليه. على فكرة كل شيء صار بفضل الأستاذ علي، منيح كثير انه انا لحقت هالزلمة. عن جد شكرا كثير لإله. ليك أنا بدي روح أشتري حلو وروح الجامعة لعند أحمد، بس ما معي مصاري. إيه حبيبتي في شوي. ها فضل. وأنا رايحة أدور على شغل، وعلى قولة ستي المثل بيقول بيجي الولد ومعه رزقته. شوفي كيف كل شي عم يرجع يزبط من جديد. أنا نسيت وأنت اللي ذكرتيني عن جد. تعالي لهون، تعالي تعالي يا عمري، تعالي لهون حبيبتي تعالي. بكرة بيجي ملاكي وبتجي معه رزقته، مزبوط؟ رح روح فورا. يلا روحي يا عمري، مع السلامة. أنا كمان حاسس حالي رح أبكي. حلو كتير. يلا مع السلامة. يلا لشوف. يلا يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.